السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ معاكم زميلتكم دكتورة هدير محمد بي بي اس فارماكوثيرابي سبتمبر 2017. في الأول خليني أرحب بيكم، أهلا بيكم في مبدعون، وإن شاء الله الكورس يكون مفيد بالنسبة لكم ويكون رحلة ممتعة بالنسبة لكم. في الأول لازم تبقوا عارفين إنه الأمريكان بورد هي شهادة محترمة وشهادة يعتد بيها وشهادة، يعني العلم بتاع الأمريكان بورد هو علم قيم جدا. المعلومات اللي موجودة واللي هتعرفوها إن شاء الله هتفرق جدا معاكم في تفكيركم وهتفرق في حياتكم العلمية والعملية لو كنتم بتشتغلوا كلينيكال فارماسيست مثلا في مستشفى. فطبعا الاستفادة هتحسوا بيها جدا، والفرق نفسه هتحسوا بيه جدا، المعلومات قد إيه updated. يعني الأمريكان بورد كل سنة بيحصل updates في الكتاب بتاعهم، فإحنا بنبقى هنديكم يعني latest update، يعني هنديكم أحدث معلومات نزلت في الكتاب بتاعهم، وإن شاء الله يعني مع بعض هنكون موجودين مع بعض على طول. أي حد محتاج أي استفسار أو أي أسئلة احنا نكون على طول متواصلين مع بعض، وإن شاء الله تكون رحلة ممتعة. ف enjoy the journey، وإن شاء الله يعني هتؤتي بثمارها. طيب احنا إن شاء الله النهاردة يعني قلنا كده نبدأ معاكم بشابتر خفيف، هو شابتر الجرياتريك. يعني إيه جرياتريك؟ جرياتريك هو علم أمراض الشيخوخة، يعني الأمراض بتاعة الناس الكبار في السن اللي هم من سن 65 سنة فيما فوق. هنلاقي إن هم في أمريكا يعني هم حبوا إن هم يهتموا بالبوبوليشن ده من الناس، لأنه لأسباب كتيرة، أهمها إنه الناس الجرياتريك بره بيمثلوا جزء كبير جدا من البوبوليشن. ده نتيجة ناتج عن ان هم عندهم وعي وثقافة عالية جدا، ان هم قد ايه بيهتموا بصحتهم، قد ايه بيعملوا اكسرسايز، قد ايه العادات الصحية بتاعتهم سليمة جدا، على طول بياخدوا الفيتامينز بتاعتهم، على طول بيعملوا مثلا بيريودك تشيك اب ويطمنوا على صحتهم. فبقى في نسبة كبيرة جدا من الناس يعني كبيرة في السن. طيب ده هينتج عنه ايه؟ الناس الكبيرة في السن زي ما احنا عارفين بيبقى عندهم حاجة اسمها كوموربيديتيز أو أمراض مصاحبة. فنتيجة إن هم عندهم أمراض كتيرة زي الضغط، السكر، أمراض القلب، ده بيخليهم إن هم ياخدوا أدوية كتير، حاجة اسمها بنقول عليها البولي فارماسي. طيب ده هيكلف الدولة طبعا تكلفة كبيرة، وبالتالي الدولة بتخصص ميزانية مخصوص للناس دي. حاجة كمان إنه الناس دي بتكون عرضة إن هم يحصل لهم complication مثلا أو مضاعفات من دواء أو من الأمراض اللي عندهم، وبالتالي بيكونوا عرضة إن هم يدخلوا المستشفى، ودي حاجة بنقول عليها إنها بتكلف الدولة حاجة اسمها cost of hospitalization، بتكلف الدولة تكلفة الإقامة بس في المستشفى. كمان الناس الكبيرة في السن بيبقوا بيقيموا حالتهم ويشوفوا هل هم محتاجين كير جيفر، محتاجين مساعدة، محتاجين مثلا نيرس أو ممرضة تقيم معاهم تساعدهم مثلا في مثلا إن هم يتناولوا الدواء بتاعهم، أو تساعدهم يعني زي ما هنفهم في أثناء الشرح، تساعدهم حتى في الحاجات الأساسية، في تغيير ملابسهم أو أي حاجة. كل الكلام ده بيتم تقييمه، هل هم محتاجين مثلا نيرس تقيم معاهم بشكل مستمر، أو مثلا إنها تقضي معاهم ساعة أو ساعتين فقط في اليوم. كل ده بيتم تقييمه. وعلشان كده في أمريكا عملوا حاجة اسمها الأمريكان جيرياتريك سوسايتي الـ AGS، وهي دي اللي احنا يعتبروا يعني الشابتر النهاردة وكل المعلومات اللي فيه احنا واخدينها من عندهم، هما اللي عاملين الشابتر بتاع النهاردة. الهيئة دي بقى بتكون مهتمة بكل ما يخص الجيرياتريك بيبل،
من علاج، من ابحاث، من دراسات، من assessment tool لو هيعملوا لهم مثلا assessment، او مثلا هيعملوا questionnaire، او اي دراسات او اي ابحاث، كل ما يخصهم بيبقى عن طريق هذه الهيئه او هذه المنظمه. طبعا ده كله بيناتج عن ان هم عندهم يعني قيمه الانسان بره هي حاجه، يعني حاجه مهمه جدا، انه الانسان مش مثلا عشان كبر في السن فيقولوا خلاص ده مثلا يعني قرب يموت فمش مشكله نهتم بيه، لا بالعكس، بالعكس ده هم عندهم قيمه الانسان دي حاجه كبيره جدا. يبقى احنا كده عرفنا الجيرياتريك، يعني خدنا فكره كده بس يعني ايه كلمه جيرياتريك ومدى اهميه الشابتر ده. طيب خليني اقول لكم انه يعني في بورد لوحده اسمه جيرياتريك امريكان بورد. هنلاحظ طبعا احنا الفارماكوثيرابي ده يا جماعه هو عباره عن ان هو بيبقى واخد من كل بستان زهره. فهنلاقي مثلا انه عندنا مثلا شابتر البيدياتريك، هنلاقي انه في بورد لوحده متخصص مثلا بيدياتريك، هنلاقي مثلا الكريتيكال كير في بورد لوحده كريتيكال كير الانفكشوس وهكذا. ده معناه انه الفارماكوثيرابي هو يعني مش متعمق قوي في المعلومات بس بيديك الخلاصه المهمه، لكن يعني ده على عكس بقى انه البورد المتخصص في كل فرع فيهم ده بقى بيكون يعني انديب قوي والمعلومات فيه بتكون انديب قوي. يعني بس اللي انا عايزه اقوله انه لك ان تتخيل انه ممكن حد يتخصص فقط في الجيرياتريك، يعني ياخد بورد فقط في الجيرياتريك. ده بس علشان تبقوا عارفين مدى اهميه الموضوع ده. طيب تعالوا بقى كده ندخل على محاضرتنا. إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا هتكون على two parts، على جزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه على أول خمس عناوين اللي هما الفارماكوكينيتيك والفارماكوديناميك تشينجز، الأوبتيمال فارماكوثيرابي إن أولدر أدلت، الجيرياتريك سيندروم، الدمنشيا والبيهيفيرال أند سايكولوجيكال سيمتومز أوف دمنشيا. البارت 2 هنتكلم فيه على الرينالي انكونتيننس والبي بي اتش اللي هي البيناين بروستاتيك هايبرتروفي والاوستيوارثرايتس والروماتويد ارثرايتس. ما تخضوش من العناوين، ان شاء الله كل الكلام ده هيكون واضح اثناء الشرح. اول حاجه علشان ندخل في موضوع الفارماكو دايناميك والفارماكو كاينيتيك تشينجز هنتكلم في الاول على عنوان مهم وهو الكومن فيسيولوجيك تشينجز اللي هي التغييرات الفسيولوجيه والتلقائيه الطبيعيه اللي بتحصل مع تقدم العمر. يعني تغييرات بتحصل طبيعي جدا في جسم الانسان لا يمكن انك تقدر توقفها. ممكن تاخرها لكن مش هتوقفها. هتاخرها بايه؟ بانك تهتم بصحتك ويهتم بالعادات الصحيه، الاكل الصحي، مواعيد النوم، النظام، يعني النظام اللايف ستايل بتاعك كله بتهتم بيه. ده ممكن ياخر عمليه الايجنج او ياخر عمليه التقدم في العمر او الفسيولوجيك تشينجز دي، لكن مش هيمنعها. طيب هنتكلم بقى في الفسيولوجيك تشينجز دي على ايه؟ هنتكلم على حوالي خمس حاجات. هناخد يعني اورجن وهنقول ايه اشهر حاجه بتحصل فيه وتاثير التغيير ده على الدواء، لان هو ده اللي يهمنا. يعني احنا تخصصنا ان احنا بنتكلم على الدواء، تمام؟ طيب اول حاجه الجي اي تي اللي هو الجاسترو انتستاينال تراكت، المعده والامعاء. هنلاقي انه المفروض اللي احنا عارفين انه المعدة الوسط بتاعها وسط حمضي، ده ما نتيجة انه ال HCL او الحمض الهيدروكلوريك اسيد بيكون اللي هو مسؤول عن عملية الهضم بيكون كبير او نسبته بتكون كبيرة في المعدة، وهو ده اللي بيقلل لي ال pH. اللي هيحصل بقى في الناس الكبيرة في السن انه مع تقدم العمر ال pH يحصل لها ان هي بتزيد، بيصبح الوسط بدل ما هو أسيدك بيبقى ألكالين، بيبقى قلل. طيب ده هيأثر على إيه؟ هيأثر على الأبزوربشن بتاعة الدراجز اللي محتاجة أسيدك ميديم. في بعض الأدوية بتبقى محتاجة وسط حمضي علشان يحصل امتصاص ليها.
ولما الوسط الحمضي ده مش هيكون موجود او البي اتش تبقى عاليه، في الحاله دي الابزوربشن بتاعت الادويه دي هيقل، هيحصل عندي نقص في الابزوربشن اوف ذيس دراجز. طيب ده هيخليني اعمل ايه؟ هيخليني ان انا بعض الادويه همنعها او ان انا هقلل الدوز بتاعت بعض الادويه، وده ان شاء الله هيبقى واضح في السلايد اللي جايه. السلايد اللي جايه متصله اتصال مباشر بالسلايد. طيب كمان انا عايزه انبه على حاجه بس، يعني رجاء ان انتوا لما تكونوا بتسمعوا المحاضره يعني تبقوا باصين معايا على السلايد، علشان انا بمشي بترتيب الكلام، وده هيبقى محقق معانا اعلى تحصيل وتركيز، يعني هيخليكم مركزين كده معايا طول الوقت. فلان انا عارفه ممكن يكون بعض الناس بتحب تسمع فقط، لا، فحاولوا ان انتوا تبقوا باصين كمان معايا على السلايد. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا انه البي اتش بتعلى، وده هيأثر على الابزوربشن بتاعه الدراجز اللي بتحتاج اسيتك نيتري. تاني حاجه بتحصل ان البلاد فلو للجي اي او للمعده بيقل، ممكن طبعا يكون ناتج عن مشاكل في الشرايين او في الاوعيه الدمويه، ممكن مثلا اثيروسكليروز او تصلب في الشرايين، انسداد مثلا نتيجه كوليسترول عالي او دهون الدم بتكون عاليه، اسباب عده، ممكن تكون مشاكل في القلب لاسباب عده ونتيجه الكوموربيديتيز او الامراض المصاحبه اللي بتكون موجوده ينتج عنه نقص في البلاد فلو او في الامداد الدموي للمعده. طب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه انه الوقت اللي هياخده الكونتنت بتاعت المعده علشان تنتقل من المعده للامعاء، الوقت ده هيزيد، يعني فتره بقاء الجاستريك كونتنت هتبقى فتره اكبر، وده هيعرضني لمشاكل لبعض الادويه اللي ممكن تكون بتضر بجدار المعده، هيبقى المعده ساعتها عرضه اكتر لايه؟ للضرر ده. وبالتالي في الحاله دي هنحتاج ان احنا يا اما نقلل الدوز يا اما نمنع، وزي ما قلت لكم هنشوف الكلام ده او اكزامبلز على الكلام ده في السلايد اللي جاي. يبقى هيحصل عندي حاجه اسمها سلو جاستريك امتنج، يعني عشان يحصل تفريغ للكونتنت بتاعت المعده ده بيتم بصوره بطيئه. يبقى الجي اي تي بيحصل فيه حاجتين، بينتج عنهم حاجتين، زياده في البي اتش ونقص في البلاد فلو، هينتج عنهم الحاجتين دول. تاني حاجه هنتكلم عليها السكان. احنا طبعا بنلاحظ ان الناس الكبيره في السن بيبقى السكان بتاعهم او الجلد بتاعهم بيكون ناشف وبيكون مكرمش. طيب ده سببه ايه؟ ده سببه حاجتين، نقص الميه في الجسم بشكل عام، وده هنتكلم عليه في النقطة اللي جاية اللي هي البادي كومبوزيشن، والنقطة اللي هنتكلم عليها دلوقتي واللي هي اللي في السكان، انه الكومبوزيشن بتاع السكان بيتغير. احنا طبعا عارفين انه السكان هو بيكون عبارة عن ثلاث طبقات، طبقة الإيبيدرمس وطبقة الدرمس وطبقة السبكيتينيوس فات. اللي بيحصل في الجيرياتريك بيبل انه السبكيتينيوس فات تقريبا بيحصل لها لص، اما طبقه الديرمس بيحصل لها سينينج، بتبقى السمك بتاعها بيقل شويه. طيب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه لما البيشنت ده يكون بيستعمل ترانس ديرمال باتش او اللي هي اللزقات او اللصقات اللي هي مثلا مسكنات او في لصقات بتاعه النيتروديرم اللي هي موسعه للاوعيه الدمويه اللي هي الفازو دايليتور. في طبعا انواع كتيره من اللصقات اللي هي الترانس ديرمال باتش. الترانس ديرمال باتش دي بقى بتشتغل ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، لما بتلزقها على الجلد بتبدا الكونتنت بتاعتها يعني يتكون حاجة اسمها drug reservoir، مخزن للدوز بتاعة الدواء. بتتكون فين الdrug reservoir دي؟ بتتكون في subcutaneous fat، وبالتالي لما هيحصل عندي loss للsubcutaneous fat هيحصل عندي نقص، او مش الدراج ريزرفوار مش هيلاقي مكان علشان يتكون فيه. في الحاله دي بدل ما بيكون بيحصل عندي ريليز للدوز بشكل ديترمايند او بشكل محسوب او بشكل جراديوال بشكل تدريجي، هيحصل عندي جش، او هيحصل عندي ريليز سريع جدا لكل الكونتنت بتاعت الدراج ريزرفوار مره واحده.
هتنتقل من الباتش على طول على البلازما او السيرم بتاع او الدم يعني بتاع الشخص. في الحاله دي طبعا هيحصل عندي تعرض لسايد افكت عاليه جدا من الدواء، وفي الحاله دي بنحتاج ان احنا نختار دوز قليله من الترازيمال باتش او ان احنا نمنع خالص استعمالها، خاصه في الناس اللي بتكون ضعيفه او كشكتك. كشكتك يعني ايه؟ يعني هزيله جدا، عندها سوء تغذيه، بتكون مفيش خالص يعني، بلس انه في عندها لص في ستاب كيتينيوس فات، كمان بتكون الموضوع عندها مضاعف اكتر، يعني بيبقى عندها ضعف في الجسم بشكل عام. يبقى الاسكان بيحصل عندي ثيننج للدرمس ولص ستاب كيتينيوس فات، بيأثر على تكوين الدراج ريزرفوار، بيكون قليل. ثالث حاجه هنتكلم عليها البادي كومبوزيشن. البادي كومبوزيشن هنتكلم فيها على خمس حاجات. اول حاجه فيهم التوتال بادي ووتر، اللي هي حجم الميه اللي موجود في الجسم كله. طبعا احنا عارفين انه حوالي 60% من جسم الانسان بيبقى عباره عن ميه، اللي هم تقريبا قد ايه؟ اللي هم تقريبا 42 لتر ميه. ال 42 لتر دول بيكونوا متوزعين توزيع معينه، هتاخدوها بالتفصيل في شابتر الفلويدز والالكترولايتس، مش يعني مفيش داعي ان انا اخوض في تفاصيلهم. اللي بيحصل في الناس الجرياتريك انه التوتال بادي ووتر او الكميه بتاعه الميه دي، بدل ما هي بتبقى 60% بتبقى 50%. يعني بدل ما هي بتكون حوالي 42 لتر، دي بتبقى حوالي 35 لتر. طب ده يأثر على ايه؟ في بعض الأدوية بنقول عليها water soluble drugs، أدوية بتدوب فقط في المية. لما هيكون كمية أو حجم اللي هي بتدوب فيه الحجم ده قليل، يعني مش هتلاقي الوسط اللي هي بتدوب فيه. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه الـ volume of distribution، الحجم اللي بيتوزع فيه الدواء، اللي بيتنقل من البلازما يتوزع في الخلايا. في الحالة دي هيبقى كمية الدواء اللي موجودة في البلازما هتكون كتيرة جدا، ومش هيكون واصل للخلايا او للسايت اوف اكشن، المكان اللي بيقوم فيه الدواء بيدي الافكت بتاعه، مش هتكون فيه كمية المناسبة اللي محتاجينها. في الحالة دي هنحتاج ان احنا نزود الدوز بتاعة الووتر سوليبل دراجز. هيحصل عندي حاجه اسمها نقص في التي هاف. الفي دي والتي هاف والحاجات دي كلها هتتشرح بالتفصيل في شابتر الكايناتكس. انا عارفه انه علشان اول محاضره هيكون في حاجات كتيره قوي انتوا لسه مش مفهم يعني جديده بالنسبه لكم، بس كل ده ان شاء الله مع الوقت هتلاقوه بقى بالنسبه لكم سهل جدا. يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها التوتال بادي ووتر، وقلنا ان دي بتقل. تاني حاجة اللين بادي ماس. يعني ايه اللين بادي ماس؟ يعني كتلة العضلات اللي موجودة في الجسم او وزن العضلات بدون فات، بدون ووتر، بدون اي حاجة. دي تتحسب بإيكويشن معينة بدلالة البادي ويت، بتقدر انك تطلع كتلة العضلات. زي مثلا ما بتروح توزن نفسك كده بيديك نسبة الدهون في جسمك كذا، ونسبة العضلات او وزن العضلات كذا. هنلاقي ان الناس الكبيرة في السن بيحصل عندي نقص في اللين بادي ماس ده. طبعا احنا بنلاحظه ان حتى الحجم بتاعهم بتحس ان هم كشوا كده او صغروا في الحجم، ده نتيجه نقص الايه؟ البادي ماس او كتله العضلات. ثالث حاجه زياده في البادي فات. احنا من شويه قلنا على السب كيوتينيوس فات اللي بيحصل لها لص، ورجعنا هنا قلنا انه في زياده في البادي فات. اللي نقصده هنا انه توزيعه الفات بتتغير. بيحصل عندي نقص في السب كيوتينيوس فات اللي في الجلد، ولكن الفات بيتركز في مناطق اخرى من ضمنها البطن، او يمكن اكترهم البطن، منطقه البطن او منطقه الكرش. علشان كده بنلاحظ ان الناس دي معظمهم عندهم شكل معين كده لبطنهم، ده نتيجه تركيز الدهون في المنطقه دي. طب ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه انه في ادويه بتدوب في الليبيدز، اسمها الليبيد سوليبل دراجز. الأدوية دي هتلاقي بقى عندها مساحة كبيرة وحجم كبير تدوب فيه، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن في الحالة دي بيزيد،
يعني الدواء ده بيكون مش موجود، يعني موجود في التيشوز كتير جدا، وبيقل نسبته في البلازما، يعني بيتنقل من البلازما للتيشو بكميه كبيره. طبعا ده هيعرضني برضو للسايد افكت بتاعه الدواء. في الحاله دي هنحتاج ان احنا نقلل الدوز بتاعه الادويه دي، تمام كده. طيب رابع حاجه بقى السيرم البيومين. ايه بقى هو السيرم البيومين؟ السيرم البيومين ده عباره عن روتين موجود في البلازما. مين اللي بينتجه؟ الليفر او الكبد. بيقوم بايه؟ السيرم البيومين ده ليه ادوار كتيره قوي. بيحافظ على الاوزمولاريتي بتاعه البلازما، وبيحافظ بيقوم كمان بيعمل ككارير لبعض الادويه. الادويه دي لما بتبقى الادويه دي اللي بتمسك في الالبومين او بتمسك في اي بروتين من بروتينات الدم بنقول عليه بروتين باوند دراج، وده طبعا اثناء الكورس هتاخدوا عليه اكزامبلز كتير قوي. اشهرهم الفينايتوين. الفينايتوين ده دواء انتي ايبيليبتيك مضاد للصرع. هنلاقي ان الدواء ده من الادويه اللي بتمسك قوي في السيرم البيومين. الوقت اللي بتكون ماسكه فيه في السيرم البيومين بتكون ان اكتف، الدواء ساعتها بيكون ان اكتف مش بيدي اي افكت، وبيبتدي يحصل عندي ريليز لفري فراكشن او جزء فري من الدواء. الجزء الفري ده هو اللي بيديني الافكت. فلما يحصل عندي نقص في السيرم البيومين او كميته تقل او نسبته تقل، الفري فراكشن من الدواء اللي المفروض بيبقى ماسك فيه هيكون عالي، مش هيبقى لاقي قلب من كفايه يمسك فيه. في الحاله دي الفري فراكشن عالي جدا، وده هيعرضني للسايد افكت بتاعت الدواء. في الحاله دي احنا هنحتاج نظبط الدوز بتاعه البروتين باوند دراج. طب هل ده بيتم بصوره عشوائيه؟ لا طبعا اطلاقا، ده بيتم عن طريق ايكويشن. الايكويشن دي بنبتدي بدلاله السيرم البيومين، لما بنكون عارفين طبعا ان العيان ده عامل تحليل والسيرم البيومين عنده طالع كذا، بندخل في الايكويشن دي السيرم البيومين وبعض المعطيات الاخرى، وبنطلع ان احنا محتاجين نقلل الدوز بنسبه قد ايه، البرسنتج اللي محتاجين نقلل الدوز بيها. وده ان شاء الله تاخدوه بالذات على الفينايتوين زي ما قلت. اخر حاجه، اسمها الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين. ايه هو الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين؟ ده بروتين موجود في البلازما برضو زيه زي الالبيومين، برضه بيتصنع في الليفر في الكبد، وبيعمل ككارير للبيزك والنيوترال دراجز اللايبوفيليك دراجز. ايه بقى هما بيزك والنيوترال لايبوفيليك دراجز دي؟ لايبوفيليك يعني ادويه ليبيد سولابل، يعني بتدوب في الدهون مش بتدوب في الميه. نيوترال وبيزك يعني مش اسيدك. طيب في حاله انه يحصل عندي زياده في الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين، معناها ان هيكون ماسك قوي في الادويه دي، وبالتالي الفري فراكشن منها هيكون قليل. في الحاله دي احنا هنحتاج ان احنا نزود الدوز بتاعه الادويه دي مش نقلله. يبقى احنا كده خلصنا البادي كومبوزيشن، اتكلمنا فيه على خمس حاجات: التوتال بادي ووتر اللي هو بيقل، اللين بادي ماس بيقل، البادي فات بيزيد، السيرم البيومين بيقل، والالفا 1 اسيد جلايكوبروتين بيزيد. طيب هناخد في السلايد اللي جايه زي ما قلت اكزامبلز على نتيجه التغييرات دي هيعمل لي ايه، او هيحتاج ان انا اعمل ايه في الادويه. هناخد بقى باكزامبلز باسماء مواد فعاله. خامس حاجه الليفر، او رابع حاجه عفوا الليفر. الليفر هو الكبد. هنلاقي ان الليفر ماس او حجم الكبد بيقل نتيجه ان البلاد فلو للليفر كمان بيقل. طيب ده هينتج عنه ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الليفر هو الاورجن المسؤول عن الميتابوليزم، هو المسؤول عن تكسير الدواء، وبيحصل فيه حوالي حاجتين مشهورين قوي اللي هما الفيرست باس ميتابوليزم والفيز 2 او الفيز 1. الفيرست باس ميتابوليزم او الفيز 1 والفيز 2 ميتابوليزم. الفيرست باس افكت او الفيز 1 ده معناها انه الدواء لما بيكون واصل للمعده، بدل ما يروح للامعاء او قبل ما يروح للامعاء عشان يوصل للسيركيليشن او يوصل للدم، بيقوم راجع ورايح للكبد عن طريق حاجه اسمها الهيباتيك بورتال فين. وطبعا الاورجن الوحيد اللي بيبقى داخله فين هو الكبد.
بيروح على الكبد وبتأثير السيتوكرومز اللي هي الانزيمات الكبد بيبتدي ان هو يتكسر، بيحصل فيه حاجه من ثلاثه، يا اما ريدكشن او هيدروليسز او ريدكشن او هيدروليسز او اوكسيديشن، ويتحول من صوره نون بولر لمور بولر. يعني ايه بقى نون بولر لمور بولر؟ يعني بيبقى بيدوب اكتر في الميه، بيزود الصلابيلتي بتاعته علشان يبتدي ان هو يقدر ان احنا نطلعه بره الجسم، ينزل في اليورين او واتر. طيب هل كل الادويه بيحصل فيها في حاجه كمان، يا اما انه عشان نزود الصلابيلتي بتاعته او علشان نحوله من صوره ان اكتف لاكتف، بيكون الدواء لسه مش حاصل له اكتيفيشن، لسه ما طلعتش الاكتف مايتي او الجزء المسؤول او الجزء من الدواء اللي بيديني الافكت، الجزء الاكتف. ففي الكبد بتاثير السيتوكرومز هي اللي بتعمل الاكتيفيشن ده للدراج، ويبتدي يطلع لي الاكتف مايتي اللي بتديني الافكت. ده الفيز 1. طب هل كل الادويه بيحصل لها فيز 1؟ لا، مش كل الادويه بيحصل لها فيز 1 ولا فيرست باس ميتابوليزم. طيب لما يحصل عندي بقى نقص في البلد فلو للليفر ونقص في الليفر ماس، ده يعمل لي ايه؟ ده يعمل لي نقص في الفيرست باس ميتابوليزم ونقص في الفيز 1 ميتابوليزم وفي الحالة دي طبعا هيأثر لي على يا إما الدواء ده مش هيحصل له اكتيفيشن، أو إنه مش هيحصل عندي بولاريزيشن أو تزيد السولابيلتي بتاعت الدواء. وطبعا ده هيأثر لي على حاجات كتير بقى في الاكسكيوشن بتاعته وفي الإفكت بتاعه. أما الفيز 2، الفيز 2 رياكشن بقى دي بتبقى أو ميتابوليزم بيبقى عبارة عن إنه بيحصل عندي حاجة اسمها كونجيجيشن، يعني بضيف على الدواء بتاعي يا اما جلوكيورانيك اسيد او سلفيت او جلوتاميت، اي حاجه بتزود الووتر سوليبيليتي بهدف ان انا ازود الووتر سوليبيليتي او البولاريزيشن. وطبعا ده بيساعد على الاكسكيوشن بتاعه الدواء. هنلاقي ان الفيز 2 دي خالص مش بتتاثر، بتفضل زي ما هي. يبقى احنا كده خلصنا الليفر وعرفنا انه الليفر ماس بتقل والبلاد فلو بيقل، وده بيأثر على الفيرست باس ميتابوليزم والفيز 1 ولكن لا يؤثر على الفيز 2. اخر حاجه الكيدني، هنلاقي انه البلاد فلو كمان بالكيدني هيقل، واحنا طبعا عارفين انه الكيدني هو الاورجن المسؤول عن الاكسكيوشن عن طريق ان هو بيفلتر الدم بمعدل طبعا معين اللي هو حاجه اسمها ان جي اف ار، وده هينتج عنه انه الجي اف ار هيقل. ايه هو الجي اف ار؟ الجي اف ار هو الجلوميرولر فلتريشن ريت اللي هو معدل فلتره الدم عن طريق الكلى. وطبعا ده ليه ايكويشن المفروض ان احنا نحفظها، وطبعا هيتشرح بالتفصيل في شابتر النفرولوجي ان شاء الله. طيب لما انا عندي معدل فلتره الدم عن طريق الجلوميرولس اللي هي جزء من النفرون اللي هو اليونت المسؤوله عن الاكسكريشن في الكلى، هيحصل عندي ايه؟ ده معناه انه الدواء بدل ما هو هينزل لليورين، بالعكس ده هو هيفضل موجود في الدم بصوره اكبر، هيزيد حاجة اسمها الهاف لايف أو التي هاف أو الوقت اللي بيكون موجود في الدواء في الدم هيزيد أكتر، بالذات الأدوية اللي بيحصل لها إليمينيشن عن طريق الكلى اللي هي حاجة اسمها رينالي إليمينيتد دراجز. طيب في الحالة دي بقى هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه إن أنا الأدوية اللي بيحصل لها إليمينيشن عن طريق الكلى هنحتاج إن إحنا نظبط الدوز بتاعتها، نقلل الدوز بتاعتها وبنقللها بنسبة معينة عن طريق برضو إيكويشن معينة. كل الكلام ده هتاخدوه بالتفصيل في شابتر النفرولوجي. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الكومن فيسيولوجيك تشينجز، اتكلمنا على الجي اي تي والسكان البودي كومبوزيشن الليفر والكي. انا قلت لكم السلايد اللي جاية هيبقى فيها يعني تأثير، هنتكلم بقى على الفارماكو كاينيتيك بارامترز اللي هي أربع حاجات بتختصر في أربع حروف، حاجة اسمها ADME، A D M E.
الابزوربشن، الديستريبيوشن الميتابوليزم، والاليمينيشن. الابزوربشن يعني الامتصاص، الديستريبيوشن توزيع الدواء في الخلايا، الميتابوليزم التكسير او الحرق، والاليمينيشن الاخراج. دول الاربع بارامترز بتاعت الفارماكوكاينتيك. يعني ايه فارماكوكاينتيك؟ فارماكوكاينتيك من اسمها معناها حركيه الدواء، حركيه الدواء في الجسم، الدواء بيعمل ايه في الجسم، تأثير الجسم على الدواء، يعني الجسم بيتعامل ازاي مع الدواء. الجسم يبتدي يعمل absorption للدواء الاول، امتصاص، وبعد كده يوزعه، وبعد كده يحرقه، وبعد كده او يكسره، وبعد كده يعمل له عملية الاخراج. يبقى الفارماكوكاينتيك هي تأثير الجسم على الدواء. اول حاجة اتكلمنا عليها خالص في السلايد اللي فاتت، قلنا الجي اي تي، انه بيحصل عندي تغيير في الابزوربشن نتيجة نقص البلاد فلو وزيادة البي اتش. ده هيأثر على ايه؟ ايه بقى يعني لما ينزل عندي كمية ال HCL او نسبة ال HCL او الترت البي اتش تبقى تترفع في الدم او في عفوا في الاستمك، دي اسمها ايه؟ اسمها هايبوكلورهايدريا او اكلورهايدريا، يعني نقص ال HCL او مفيش خالص HCL. دي يعني مفيش، تمام. ده هيعمل ايه؟ هيأثر على الابزوربشن بتاعه الادويه دي اللي بتحتاج اسيديك ميديم، اللي هم ايه؟ الايرن والفيتامين بي 12، الكالسيوم، الانتي فانجل، تمام. طيب انا قلبت غلط، تمام. يبقى انا في الحاله دي هيبقى عندي الابزوربشن بتاعه الاربع حاجات دول هيتاثر، هيقل. طيب ايه اللي بعد كده؟ انه لما قلت البلاد فلو للمعده هيقل، ده هياثر على الجاسترينج امبتنج او على معدل انتقال اللي هو حاجه اسمها الترانزيت تايم، الترانزيت تايم او معدل الوقت بتاع الانتقال الجاستريك كونتنت للامعاء ده بيزيد. في الحاله دي هيعرض المعده لحدوث ألسريشن او تقرحات من الادويه دي، اللي هم مين؟ الاسبرين، النون سترويدل، البيسفوسفونيتس، والبوتاسيوم كلورايد. اوكي يبقى كده احنا خلصنا الايه؟ الأدوية، أمثلة على الأدوية اللي بتأثر بنقص الـ HCL وزيادة أو نقص الـ gastric emptying. حاجة كمان عايزين نتكلم عليها بقى فيما يخص السكن. مش أنا كنت قلت إنه السكن لما بيحصل عندي thinning للسبكوتينيوس للدرمس ولوست للسبكوتينيوس فات، في الحالة دي استعملنا للترانسديرمال باتش هيكون بحذر، use with caution. البيشنت اللي عندهم كاشكتك او ثن، البيشنت اللي هم يعني هزيلين والجسم عندهم ما فيهوش خالص سبكوتينس فات، لانه ده هيأثر على تكوين الدراج ريزرف. يبقى احنا كده خلصنا الابزوربشن. تاني حاجه الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده بقى معتمد على ايه؟ معتمد على البادي كومبوزيشن اللي هم كانوا خمس حاجات. تعالوا بقى نشوف تاثيرهم هيعمل ايه. اول حاجه اللي انا قلت عليها زياده البادي فات، ده هياثر على ان الادويه اللي بتدوب في الدهون اللي هي الليبيد صالبل ميديكيشن زي البنزودايازيبين، اكزامبل عليها حاجه اسمها الديازيبام، ده كلاس من الادويه اللي هو طبعا هتعرفوها في شابتر السايكاتري بالذات. هي عبارة عن كلاس من الأدوية اسمها ترانكيلايزر، بتعمل يعني بتستعمل في حاجات كتيرة جدا، بتهدي، بتستعمل في الإبيلابسي، بتستعمل في الأنكزايتي، بتستعمل كسيداتيف أو هيبنوتكس منوم، يعني منوم. المهم إن الأدوية دي بتدوب في الليبيد بصورة كبيرة، ونتيجة زيادة البادي فات اللي احنا قلنا عليها من شوية هيحصل عندي إن التي هاف أو الهاف لايف أو فترة وجودها في التيشو أو في الفوليوم أوف ديستريبيوشن بتاعها بيكون عالي. في الحالة دي هيبقى التي هاف بتاعها كمان عالي، وفي الحالة دي احنا المفروض نقلل الدوز بتاعتها، ويعني قد تصل إن احنا المفروض إن احنا ما نديهاش لأنها بتعرض البيشنت لسايد افكت عنيفة جدا من الأدوية دي.
تاني حاجة قلنا عليها السيرم ألبومين. السيرم ألبومين قلنا إن هو بيقل في الحالة دي الفري فراكشن من الليبيد أو البروتين باوند دراجز زي الفينايتوين بتزيد. في الحالة دي إن إحنا هنحتاج نقلل الدوز بتاعة الفينايتوين بفراكشن معينة بتحسب بإيكويشن معين. يبقى عندي الهايلي ألبومين باوند دراج زي الفينايتوين بيزيد عندي الفري فراكشن واللي هو الأكتيف فراكشن من الدم. حاجه كمان في الديستريبيوشن حاجه اسمها البي جلايكوبروتين. ايه هو البي جلايكوبروتين؟ البي جلايكوبروتين ده عباره عن زي بروتين بيبقى موجود على ال بعض السيل ممبرين بتاع بعض الاورجنز او بنقول عليه مالتي دراج ريزيستنس بروتين. هو اسمه كده، هو عباره عن بروتين، هو مش بوابه بس كانها يعني بنقول عليها افلكس بامب. هي مش بامب، هو بروتين. البروتين ده بيبقى موجود على السيل ممبرين بتاع بعض الاورجنز زي الانتستين زي الليفر زي الكيدني زي البرين، حاجه اسمها البلود برين بارير. بيقوم بايه؟ ده دوره ان هو يطرد الادويه اللي هي الزينوبايوتكس او الادويه التوكسيك، او لو مثلا جرعه زياده من دواء فبيقوم قايم بطرد الدواء ده او الجرعه الزياده دي، بيقوم مخرجها بره الايه الاورجان ده. اللي يهمني في الجزء ده الاوبيويدز. الاوبيويدز بتاثر على او بتعدي البلود برين بارير، بتعمل بيبقى يعني بتديني هاي كونسنتريشن هاي برين كونسنتريشن. في الحاله دي او هنلاقي ان الناس اللي هم الكبار في السن بيحصل عندي ديكريز للبي جلايكوبروتين، يعني البي جلايكوبروتين بتقل كفاءته، بتقل نسبته، وبالتالي ده هيعمل لي نسبه كبيره جدا من الدواء بالذات. انا بتكلم او يهمني في الجزء ده الاوبيويدز بتزيد قوي في البرين وبتعمل لي طبعا مشاكل كتيره، وفي الحاله دي احنا محتاجين يا اما نمنع الاوبيويدز يا اما نقلل الدوز بتاعها. ثالث حاجة هنتكلم عليها الميتابوليزم أو الحرق أو التكسير بتاعة الدواء. طيب احنا قلنا مين الأورجن اللي مسؤول عن الميتابوليزم؟ الليفر. وقلنا إنه الليفر ماس بتقل، وقلنا إنه البلاد فلو للليفر كمان بيقل، وده بيأثر على الفيرست باس إفكت أو على الفيز 1 ولكن لا يؤثر على الفيز 2. طب إيه بقى الأدوية اللي بيحصل لها فيرست باس ميتابوليزم؟ هنلاقي المورفين والبروبرانولول. البروبرانولول ده بيتا بلوكر من ادويه الانتي هايبرتنسيف وليها استعمالات طبعا كتيره جدا. بيحصل في الحاله دي انه الكليرنس بتاعهم او الميتابوليزم بتاعهم بيقل، وفي الحاله دي هيزيد التوكسيسيتي بتاعتهم، وبالتالي هنحتاج ان احنا نقلل الدوز بتاعتها. اما الفيز 2 مش بيتاثر، وبالتالي الأدوية اللي بيحصل لها فيز 2 كمان مش بتتأثر. زي مين؟ زي اللورازيبام والأوكسازيبام والتيمازيبام. كده إحنا خلصنا الميتابوليزم. ندخل على رابع حاجة الإليمينيشن. وأنا قلت في الإليمينيشن مين الأورجن المسؤول عن الإليمينيشن؟ الكيدني. الكيدني هي الأورجن المسؤولة عن الإليمينيشن، وأنا قلت إن البلاد فلو الرينال بلاد فلو بيقل، وبينتج عنه انه معدل فلتره الدم عن طريق الكلى كمان بيقل اللي هو الجي اف ار. وفي الحاله دي احنا محتاجين نحسب الجي اف ار، نبقى عارفين الايكويشن بتاعته او حاجه اسمها الكرياتينين كليرنس. الكرياتينين كليرنس هو الكرياتينين ده هو ناتج حرق العضلات، وبيحصل له الميشن بنسبه 100% عن طريق الكلى، وبالتالي احنا بنستعمله كاستيميتر للكيدني فانكشن، بيديني دلاله هل الكلى شغاله بصوره سليمه ولا لا. فالكرياتينين كليرنس او الجي اف ار هم حاجه واحده. بيتحسب ازاي؟ الايكويشن دي مهمه جدا لدكاتره، مهمه قوي قوي نبقى عارفينها، وطبعا هتاخدوها بالتفصيل في شابتر النفرولوجي زي ما قلت. الهدف من ان انا احسب الكرياتينين كليرنس ان انا بناء عليه بحسب بعمل حاجه اسمها دوز ادجستمنت، بظبط جرعه الدواء برضو باكويشن معينه بدلاله الكرياتينين كليرنس، بحسب انا محتاج اقلل قد ايه من الدوز. طيب تعالوا بقى نشوف الاكويشن. الاكويشن بتقول الكرياتينين كليرنس ايكوال
140 ناقص الايج ناقص السن في الويت الوزن على السيرم كرياتينين اللي هو الكرياتينين اللي موجود في السيرم. طبعا ده بيتحسب بان احنا بنسحب عينه الدم وبنحسب فيها السيرم كرياتينين طالع عندي كام، بنضربها في 72. ولو كانت الكيس عندي او الحاله في ميل بنضرب في الفاكتور ده 0.85، ودي حاجه مهمه قوي ناخد بالنا منها لانه مش كل الناس بتبقى واخده بالها من مثلا الكيس تكون في ميل فننسى ان احنا نضرب في الرقم ده. الايكويشن دي مهمه جدا هنستعملها كتير قوي في الشابتر ده وفي كمان شباتر ثانيه كتير. طيب يبقى انا هنا قلت عندي الايكويشن دي اسمها ايه؟ اسمها الكوكروفت جولد ايكويشن، مهمه قوي تبقى عارفين اسمها. الهدف منها ان انا بعمل من خلالها دوز ادجستمنت، وزي ما قلت ان أنا عندي السيرم كريات ده من البارامترز المهمه اللي بنحطها في الايكويشن. في بقى بعض الناس بتبقى السيرم كريات عندهم بيكون واقع قوي نتيجه ان هم كاشكتك او نتيجه ان المصل ماس عندهم قليله، بالذات طبعا ده بيحصل عندي في الناس الكبيره في السن. انا زي ما قلت الكرياتينين ده هو ناتج تكسير العضلات، وقلت ان هو بيطلع بنسبه يعتبر بنسبه يعني قريبه من 100% عن طريق الكلى، وفي جزء منه بيتبقى في السيروم، هو ده اللي احنا بنحسبه. الناس اللي بتكون عندها المصل ماس قليله والوزن العضلات وكتله العضلات قليله، بالتالي الناس دي مفيش عضلات الحرق فيها بيكون قليل، وبالتالي النسبة بتاعت السيرم كريات بتكون قليلة جدا. طب لما تكون قليلة جدا اللي هي موجودة في المقام هيحصل عندي ايه في الكرياتين كليرنس؟ المقام يقل يحصل عندي في الكرياتين كليرنس ان هو يزيد، يعني ده هيديني حاجة اسمها اعملي اوفر استيميشن للكيدني فانكشن، هيديني يقول لي ده الكيدني فانكشن تمام والكرياتين كليرنس هيطلع الرقم بتاعه اللي هو الطبيعي 120 مللي بير مينت اللي ده الرقم الطبيعي بتاعنا او النورمال رينج من الكرياتين كليرنس، فهيطلع عندي هيعمل عندي اوفر استيميشن يديني الكرياتين كليرنس طالع مثلا قريب من الطبيعي ويكون في الحقيقه اصلا هو عنده كيدني فيلير. في الحاله دي بعض الناس بتعمل راوندنج للسيرم كريات وتقوم مخلياه واحد، يعني راوندنج يعني ترفعه من نفسها ل 1 مللي جرام بير ديسيلتر، ولكن طبعا في الحاله دي يعني احنا يعني ما بنفضلش ان احنا نعمل كده. يبقى احنا كده خلصنا الفارماكوكاينتيك تشينجز، اتكلمنا على الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاليمينيشن. يهمني قوي في الجزء بتاع طبعا الاكزامبلز اللي هي كلها معمول لها باللون الاحمر، اسماء الادويه دي مهمه قوي نبقى عارفينها. النون استرويدال يا جماعه اللي هي ادويه المسكنات اللي هي طبعا احنا عارفين ان هي السايد افكت، طبعا ليها سايد افكت كتير قوي، ولكن السايد افكت المشهور انها بتتعب المعده نتيجه ان هي بتقلل البروستاجلاندين اللي بتعمل بروتكشن لجدار المعده. طيب كده احنا خلاص خلصنا، طبعا يهمني في جزء الاليمينيشن ده الايكويشن بتاعتنا. وزي ما قلت لكم النورمال رينج بتاع الكرياتين كليرنس 120 ملي جرام ملي بير مينت، و الراوندنج بتاع السيرم كريات 1 ملي جرام بير ديسيليتر عرفنا احنا ليه بنعمله علشان ما نعملش اوفر استيميشن للرينال فانكشن وتديني يعني فكرة انه الكيدني تمام او رينال فانكشن تمام وهي تكون في الحقيقة مش كويسة. تمام؟ طيب ندخل بعد كده على الفارماكو دايناميك تشينجز اللي هي التأثير بقى. يعني ايه فارماكو دايناميك؟ فارماكو دايناميك يعني تأثير الدواء على الجسم. الدواء بيعمل ايه في الجسم؟ الدواء لما بيدخل الجسم بيبقى عايز يمسك في ريسبتور، بيمسك في اي مستقبل، طبعا كل دواء بيبقى ليه مستقبل معين علشان يديني الايفكت. اللي بيحصل في الناس الجرياتريك انه السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتورز بتتغير، بعض الريسبتورز السنسيتيفيتي بتاعتهم او الحساسيه بتاعه الريسبتور للدواء بتزيد، بيحس بيه او من اقل كميه بيدي ايفكت عالي جدا، او انه يحصل عندي نقص في السنسيتيفيتي بتاعه الدواء او بتاعه الريسبتور.
بيبقى مش حاسس بيه، مش شايفه، مش عارف ان هو يعني يدي افكت لانه مش شايف الدواء، تمام؟ او ان انا عندي يحصل عندي تغيير في الهوميوستيزيس اللي هي طبعا عملية حالة الاتزان العامة للجسم، ودي المسؤول عنها نسبة الأملاح اللي موجودة في الجسم، الإلكترولايتس، ودي هنشرحها دلوقتي. بس تعالوا ناخد حاجة حاجة فيهم. هنتكلم على الانكريز سنسيتيفيتي اللي هي زيادة الحساسية بتاعة الريسبتورز لبعض الأدوية. بتزيد بقى السنسيتيفيتي دي لمين؟ هناخد بعض الاكزامبلز على بعض الكلاسز من الادويه او اسماء الادويه او المواد الفعاله اللي بتزيد السنسيتيفيتي بتاعتها. اول حاجه البنزودايازيبين والاوبيويدز. البنزودايازيبين دي زي ما قلت لكم ترانكيلايزر وليها استعمالات كتير وهناخدها بالتفصيل وهتيجي سيرتها كتير جدا. والاوبيويدز طبعا احنا عارفين الاوبيويدز دي بيزيد السنسيتيفيتي بتاعتها بتاعت الريسبتورز للادويه دي. في الحاله دي هيحصل عندي زياده للافكت بتاعها وهنبقى البيشنت متعرض للسايد افكت بتاعت الدواء ده جامد جدا. من اقل كميه هيدي افكت عنيف اللي هي بقى ايه السي ان اس افكت او السنترال نيرفوس سيستم افكت اللي هي السايد افكت اللي بتحصل عندي في السنترال نيرفوس سيستم. تاني حاجه الانتي سايكوتكس والميتاكلوبراميد. الانتي سايكوتكس دي ادويه بتاعه السايكوز بتاعه الشيزوفرينيا والادويه دي هناخدها طبعا بالتفصيل. الميتاكلوبراميد ده دواء بيستعمل في النوزيبل وومتنج، بيزود الجاستريك موتاليتي علشان يعني بيمنع الترجيع والحاجات دي علشان ينزل الكونتنت بتاعه المعده بسرعه وينزلها للامعاء، وبالتالي ما يحصلش عندي بقى ريفلوكس او نوزي فومتنج والاحساس بتاع الغثيان ده. الميتوكلوبراميد بيشتغل اصلا كدوبامين انتاجونست، بيقفل الريسبتور بتاع الدوبامين، وده بيعمل لي سايد افكت مشهوره قوي 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 وهتاخدوها طبعا في شابتر السايكاتري زي ما قلت لكم، حاجه اسمها الاي بي اس الاكسترا بيراميدال سايد افكت، وحاجه اسمها الترديف ديسكاينيز. بالتفصيل هتاخدوها يا شباب ما تقلقوش. خلوني بس اقول لكم يعني ايه ترديف ديسكاينيزيا. ترديف ديسكاينيزيا ده سايد افكت بيحصل من الادويه دي. طبعا ده نتيجه زي ما قلت السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور زادت للادويه دي وبالتالي السايد افكت عندي زاد. الترديف ديسكاينيزيا هو عباره عن حركات زي تصلب ستيفنس وجيركي موفمنت، حركات لا اراديه في الفيس وفي في الجسم، حركات تكراريه بنقول عليها التكس. بتزيد قوي نتيجه نقص الدوبامين زي ما قلت لكم. الميتوكلوبراميد بيقفل الدوبامين ونتيجه نقص الدوبامين بيعمل لي الاي بي اس والترديف ديسكاينيزيا. وفي الحاله دي محتاجين ان احنا نقلل دوز بتاعه الميتوكلوبراميد والانتي سايكوتيك في الحاله دي. ثالث حاجه هنتكلم عليها التي سي اي اللي هي التراي سايكليك انتي ديبريسنت او الالفا بلوكرز او الانتي هايبرتنسيفز. التي سي اي والالفا بلوكر والانتي هايبرتنسيف كلهم بيشتركوا في سايد افكت مشهور قوي ليهم اللي هو حاجه اسمها الاورثوستاتيك هايبوتنشن. يعني ايه اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ يعني لما بتقف بيحصل عندك ان الضغط بينزل مره واحده. طبعا ده نتيجه الادويه بتاعت الانتي هايبرتنسيف اصلا بتعمل ايه؟ بتوسع الاوعيه الدمويه علشان تنزل الضغط، لان الضغط العالي اصلا سببه انقباض في الاوعيه الدمويه. الالفا بلوكرز برضو دي كلاس من بتشتغل على الالفا ريسبتور. الالفا ريسبتور ده جزء من السيمباثيتك سيستم. لما بنمسك بنقفل الريسبتور ده، هو المفروض طبعا الريسبتور ده لما بيمسك فيه الادرينالين او الابينفرين بيعمل فازو كونستراكشن. لما انا اقفله في الحاله دي انا بعمل فازو دايلاتيشن. اكزامبلز عليهم زي الدوكسازوسين، البرازوسين، الترازوسين. طبعا الحاجات دي هناخدها حتى في محاضرتنا النهارده، بتستعمل ك في علاج بتعالج البي بي اتش، وهنعرف بتعمل ايه يعني بالتفصيل ما تقلقوش. وليها استعمال اخر انها بتنزل الضغط، وبالتالي كلهم مشتركين في الاورثوستاتيك هايبوتنشن نتيجه زياده السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتورز لهذه الكلاسز من الادويه.
رابع حاجة الوارفرين. الوارفرين ده انتي كواجلنت. يعني ايه انتي كواجلنت؟ يعني بيقلل السيوله بتاعه الدم عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للسنسز بتاعه الفيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور، اللي هي العوامل التجلط اللي بتبقى يعني بتتصنع من الفيتامين كي. هو بقى بيعمل انهيبيشن لعوامل التجلط دي، وبالتالي بيزيد عندي سيوله الدم. اللي بيحصل عندي لو حصل زياده في السنسيتيفيتي للوارفرين انه بيبقى في عندي زياده في الريسك للبليدنج، بتزيد الريسك اوف بليدنج. وده انا بقدر اعرفه عن طريق حاجه اسمها الاي ان ار، الانترناشونال نورمالايزد ريشيو. ده بارامتر يا جماعه بعرف من خلاله او بعمل من خلاله متابعه او فولو اب او مونيتورنج للوارفرين. لو زاد الاي ان ار يا جماعه بعرف ان الوارفرين انا كده جرعته زادت قوي، وبالتالي محتاج ان انا اقلل الدوز بتاعه الوارفرين. وطبعا ده هنتكلم بقى عنه بالتفصيل في شابتر الانتي كواجيليشن. اللي بعد كده النون ستيرويدز اللي هي المسكنات. طبعا احنا عارفين انها كانت في الفارماكوكاينيتك تشينجز بتزود نتيجه نقص السلو جاسترينج امبتنج، بتبقى عندي عرضه او بيبقى عندي البيشنت بيكون عرضه لحدوث ألسريشن في المعده. وتاني حاجه تخليني اقلق من النون ستيرويدال كفارماكو دايناميك تشينجز زياده السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتور بتاعه النون ستيرويدال. ده يعرضني للجي اي بليدنج، يعني نتيجه الالسريشن ممكن يوصل لمرحله البليدنج. اخر حاجه الانتي كولينرجيك دراجز او ايجنت. الانتي كولينرجيك دي ادويه بتقفل الكولينرجيك ريسبتور او المسكرينيك ريسبتور. الريسبتورز دي اللي هي جزء من الباراسيمباثيك سيستم اللي بيمسك فيها الاسيتايل كولين. ولما انا بقفل الريسبتورز دي بعمل سايد افكت اللي هي اسمها الانتي كولينرجيك سايد افكت، ودي مشهوره جدا نبقى المفروض عارفينها. بيحصل عندي زياده في الكونفيوجن، دراي ماوس، كونستيبيشن، نتيجه طبعا هي بتقلل البادي سكريشن، وكمان بتزود الهارت ريت. تمام، يبقى انا كده خلصت الاكزامبلز بتاعت الانكريت سنسيتيفيتي، البنزودايزابين والاوبيويدز والانتي سايكوتكس والميتوكلوبراميد، التي سي اي والالفا بلوكر والانتي هايبرتنسيفز، الوارفرين، النون ستيرويدال، الانتي كولينرجيك ايجنتس. مهمه جدا جدا ان احنا نبقى عارفين الاكزامبلز دي والتاثير بتاع زياده السنسيتيفيتي لهذه الادويه. تاني حاجة الديكريزد سنسيتيفيتي، نقص في السنسيتيفيتي، بيعمل ايه بقى؟ البيتا بلوكر او الالف او البيتا اجونست، البيتا بلوكر بقى اللي هي بتقفل البيتا ريسبتور او البيتا اجونست، البيتا بلوكر بتعمل ايه؟ لما انا اقفل البيتا ريسبتور، البيتا ريسبتور خلينا نتكلم الاول على البيتا اجونست. لما انا امسك في البيتا ريسبتور اللي هو ده جزء من السيمباثيك سيستم، لما انا اعمل اكزايتيشن للبيتا ريسبتور يبقى انا بعمل فازو كونستراكشن، بقفل الاوعيه الدمويه وده بيرفع لي الضغط. اما البيتا بلوكرز بيحصل العكس، بفتح الاوعيه الدمويه وده بينزل لي الضغط. سواء ده نزل لي الضغط او ده رفع لي الضغط، في عندي حاجه اسمها بارو ريسبتور. البارو ريسبتور ده من الريسبتورز اللي بتبقى بتعمل ديتكشن للبلاد بريشر، تفضل قاعده كده مستنيه تشوف البلاد بريشر اخباره ايه، لو عالي هي تبتدي تظبطه وتنزله، لو نزل تبتدي تظبطه وتعليه. هنلاقي في الناس اللي جيرياتريك البارو ريسبتور السنسيتيفيتي بتاعتها بتقل جدا. لما بيحصل عندي اي تشينج في البلاد بريشر ما بنحسش بيه. فبالتالي في الحاله دي بيبدا الجسم ما بيعرفش يعمل كوركشن للبلد بريشر، وبالتالي بيتعرض البيشنت ده يا اما الهايبوتنسن يا اما الهايبرتنسن. في الحاله دي احنا لازم نتيك كير من استعمال الادويه دي جدا جدا. اخر حاجه في الفارماكو دايناميك الامبيرد هوميوستيزيس. يعني ايه امبيرد هوميوستيزيس؟ يعني تغيير او عدم حاله الاتزان العام للجسم بتتغير. ده نتيجه استعمال او تغيير في نسبه الالكترولايتس او الاملاح بتاعه الدم. املاح الدم دي هناخدها في شابتر كامل لوحدها كده، هنتكلم عليها واحده واحده، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت، املاح كتيره جدا. الاملاح دي لو تغير النسبه بتاعتها بتشقلب حال الجسم وبتعمل فيه مشاكل كتير جدا. مين بقى الادويه اللي ممكن تلعب في نسبه الاملاح دي؟
مدرات البول وحاجه اسمها الايس انهبيتر، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز. دي ادويه من ادويه الضغط، مشهوره قوي انها بتعمل لي حاجه اسمها هايبوكاليميا او بتقلل نسبه البوتاسيوم في الدم، وده هيعمل لي الكترولايت تشينج وهيعمل لي امبيرد هوميوستيزيس. والدايريتكس طبعا هي اصلا مضره للبول، بتنزل ميه ومعاها املاح، وده هياثر لي على نسبه الاملاح ويعني هيدخلني في نفس المشاكل. يبقى احنا كده خلصنا الفارماكو دايناميك تشينجز والفارماكو كاينيتيك تشينجز. الفارماكو كاينيتكس هم اربع بارامترز، الادمي او الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اليمينيشن. اما الفارماكو دايناميك هم ثلاث حاجات، زياده في السنسيتيفيتي ونقص في السنسيتيفيتي وامبيرد هوميوستيزيس. تعالوا بقى مع بعض كده ناخد تطبيق على الكلام اللي احنا قلناه.